طبعا زي ما اتضح لحضراتكم ان هو معيار او يعني مؤشر بسيط للغايه بيوضح الربحيه التجاريه في المشروع. في فهننتقل للمعيار الثاني اللي هو فتره الاسترداد. اثنين فتره معيار فتره الاسترداد. معيار فتره الاسترداد. طبعا معيار فترة الاسترداد، ماذا يقصد بمعيار فترة الاسترداد؟ يعني بصورة مختصرة فترة الاسترداد هي الفترة اللي أنا من خلالها أعرف أسترد حجم الاستثمار الكلي اللي أنا أنفقته في المشروع. في إحدى المشروعات بيبقى فترة استردادها طويلة، وفي فترة وفي مشروعات بتسترد أموالها في فترة قصيرة، فبتختلف فترة الاسترداد من مشروع لآخر. عموما فترة الاسترداد بتتحسب إزاي؟ هنقول فترة الاسترداد تساوي فترة الاسترداد، فترة الاسترداد تساوي تكاليف التشغيل أو تساوي تكاليف الاستثمار، تكاليف الاستثمار على صافي التدفق النقدي السنوي، صافي التدفق النقدي السنوي. يبقى فترة الاسترداد بتساوي هي معادلة بسيطة خالص للغاية، ما هي إلا تكاليف الاستثمار على صافي التدفق النقدي السنوي. طيب احنا في فترة الاسترداد عموما عندنا يعني بيقابلنا مشكلة، اللي هي ايه المشكلة دي؟ باختصار شديد في صافي تدفق نقدي سنوي بيبقى ثابت، وفي صافي تدفق نقدي ما بيبقاش ثابت. فإذا كان التدفق النقدي السنوي ثابت بنقسم تكاليف الاستثمار على صافي هذا التدفق وبنحصل على فترة الاسترداد. طب افرض ان صافي التدفق النقدي السنوي ليس ثابتا، يعني احنا المفروض عشان يكون كلامنا ده يعني دقيق جدا نقول تكلفة الاستثمار على صافي التدفق النقدي السنوي الايه الثابت، الثابت اللي هو عبارة عن متوسط لصافي التدفق النقدي السنوي. طيب افرض صافي التدفق النقدي السنوي ليس ثابتا وليس متوسطا، نعمل ايه؟ قال لك بنحسب فترة الاسترداد للتكاليف الاستثمارية بعد ذلك في هذا المشروع بالتجميع. طيب ناخذ مثال عشان تبقى الامور واضحة. مثال عندنا مثال هنا هوت، مثال بيقول لك إذا كان هناك مشروع تكلفته الاستثمارية 800,000 ريال يتم إنفاقها في سنة ما، ثم يبدأ المشروع من السنة الثانية أو التالية لها ويبدأ في تحقيق صافي تدفق نقدي 200,000 ريال سنويا. طبعا 200,000 ريال سنويا في هذا المثال بيوضح لك إن ده متوسط تدفق نقدي سنوي. ده إيه؟ متوسط، متوسط صافي التدفق النقدي السنوي. طيب في هذه الحالة كيف نحسب فترة الاسترداد؟ هنقول إن فترة الاسترداد تساوي إذن فترة الاسترداد تساوي التكاليف الاستثمارية اللي هو قال لي عليها في المثال اللي هي 800,000 على متوسط صافي التدفق النقدي السنوي اللي قاله برضه من المعطيات في المثال اللي هو قال عبارة عن 200، يبقى 800 على 200 يعني أربع إيه سنوات. يبقى دي فترة الاسترداد للفلوس اللي احنا صرفناها في هذا المشروع، أربع سنوات. طيب فيه مثال كمان، فيه مثال ثاني بيقول لك في المثال السابق لو افترضنا ان التدفقات النقديه الصافيه للمشروع كانت على النحو التالي، يعني ما كانتش منتظمه. طبعا احنا هنا افترضنا ان التدفق النقدي السنوي الثابت كان ايه منتظما او ثابتا. طب هنفترض جدلا دلوقتي ان المعطيات بتاعتي كانت على النحو التالي، هنفترض دلوقتي ان المعطيات بتاعتي وصافي التدفق النقدي السنوي كان عباره عن 200 ثم 250 ثم 300 ثم 300. طبعا دلوقتي انا كيف استرد الاموال بتاعتي؟ كيف استرد حجم الاستثمار الكلي في هذا المشروع؟ هتقولي بالتجميع. طيب انا في اول سنه هجمع كام؟ قال لك في اول سنه هنجمع 200، يبقى زائد السنه الثانيه هجمع كام؟ 250، يبقى هذا سنه وهذا سنه، زائد هجمع كام في السنه الثالثه؟ 300، يبقى 200 زائد 250 كام؟ 450. 450 زائد 300 يبقى 750. طيب انا راس المال بتاعي 800، انا راس المال بتاعي كله التكاليف الاستثمار، تكاليف الاستثمار 800. ازاي ارجع 800؟ فاضل قد ايه دلوقتي؟ انا جمعت كده في الثلاث سنوات سنه 2 3 750، فاضل لي 50. طيب يبقى انا حتى هذه اللحظه جمعت 750. اما الجزء المتبقي تحسب فتره الاسترداد له على النحو التالي. يبقى الجزء المتبقي تحسب له فتره الاسترداد على النحو التالي. تحسب كيف؟ بنحسب، بنقول الجزء المتبقي ما هو الا 50 على الصافي التدفق النقدي السنوي للسنه التاليه لها. طيب السنه التاليه احنا حسبنا اللي خدنا ال 200 وخدنا ال 250 وخدنا ال 300، ما خدناش ال 300 الاخيره دي، فاحنا الجزء المتبقي لينا عشان نسترد ال 800 يبقى عباره عن 50. ال 50 دي بنقسمها على ال 300 اللي هي بتاعه السنه التاليه ونضربها في 12. طبعا الحسبه ديت لما احسب ديت على ديت هيعطيني بالظبط تقريبا لو طيرت الصفر مع الصفر يبقى بعد كده على الخمسه، فبعد الخمسه فيها ال 6، يعني 12 على 6 يعني عباره عن شهرين، شهران
يبقى انا استرديت دلوقتي الجزء المتبقي من راس المال او من حجم الاستثمار الكلي بتاعي في شهرين، الجزء المتبقي استردناه في شهرين، يبقى سنه 2 3 وهنسترد ال 50 بتاعتنا اللي هي كده احنا بكملنا 800 في ايه دي سنه 2 3 شهران 2 شهر. يبقى فترة الاسترداد، اذا فترة الاسترداد في هذا المثال، الاسترداد في هذا المثال تساوي 3 سنوات و2 و2 على 12، 2 على 12. طيب فيه مثال كمان بيوضح لنا الصورة اكتر. بفرض ان هناك ثلاثة مشروعات استثمارية ألف وباء وجيم، وأن التكاليف الاستثمارية لكل منها 100,000 ريال، وأن التدفقات النقدية الصافية لهما كانت على النحو التالي. طيب هنرسم دلوقتي جدول بسيط كده معنا عشان يوضح لنا إزاي كيفية حساب التدفقات الاستثمارية. الجدول ده طبعا جدول معطى، في العمود الاول بنوع عمر المشروع، عمر المشروع، في المثال في العمود الثاني بنقول صافي التدفق، صافي التدفق السنوي، بعد كده صافي التدفق السنوي بس كان هنا للمشروع الف، وهنا صافي التدفق السنوي للمشروع باء، وبعدين هنا صافي التدفق، صافي التدفق السنوي للمشروع جيم. طيب المعطيات بتاعتي طبعا هنا السنة صفر والسنة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين السنة ست، يبقى انا عندي دلوقتي ست سنوات. المشروع الاولاني بتاعي المشروع الف هنا في السنة صفر، طبعا ايه هي السنة صفر؟ هي فترة التأسيس، فترة التأسيس دي بتختلف من مشروع لآخر، قد يكون هناك مشروعا يعني فترة التأسيس فيه مثلا ست شهور، وقد يكون هناك شهرا، وقد يكون هناك عدة سنوات على حسب طبيعة المشروع. فبنقول في المشروع الأولاني اللي هو المشروع ألف، يعني كل دي معطيات، كانت التكاليف الاستثمارية بتاعتي هنا ما بين قوسين كده، دايما نحط في دراسات الجدوى التكاليف الاستثمارية ما بين قوسين على اعتبار ان هي تكاليف او فلوس خارجة من عندي، فبنحطها ما بين قوسين على اعتبار ان هي خارجه مش داخله، اما الدخل ما بنحطهاش ما بين القوسين. فصافي التدفق في السنه صفر للمشروع ا اللي هي طبعا 100، في المشروع برضو باء هي برضو نفسها ال100، وفي المشروع ج برضو نفسها هي ال100، عشان يبقى فيه معيار واحد يعني اساس واحد او مسطره واحده نقارن بينها، نقارن على اساسها بين المشروع ا والمشروع باء والمشروع ج. طيب المعطيات بتاعتي في المشروع ا كام؟ صافي التدفق هنا كام؟ قال لك 20,000 في السنه الاولى، وهنا برضو 20,000، وهنا 20,000، وهنا 20,000، وكل السنوات 20,000. طيب في المعطيات في المشروع بقى كام؟ قال لي هنا في السنة الأولى 60، في السنة الثانية 20، في السنة الثالثة 10، بعد كده في السنة الرابعة 20، بعد كده 180، بعد كده 150. طيب وبالنسبة للمشروع جيم المعطيات بتاعتي هنا 20 وكمان 40 في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة 80، وبعدين نلاحظ ان المشروع جيم انتهى عند هذه المرحلة. السؤال وما هو المطلوب دلوقتي؟ دي هذه هي معطيات، دي معطيات. انا بيقول لك دلوقتي في هذه المعطيات بيقول لك يلا احسب لي يعني فترة الاسترداد للمشاريع الثلاثة ألف وباء وجيم، واختار لي افضل مشروع من هذه المشروعات. طيب يبقى فترة الاسترداد دي بقى نحسب دلوقتي الحل نحسب فترة الاسترداد للألف والباء والجيم. هنقول اولا او واحد فترة الاسترداد لمين؟ للمشروع ألف، أو للمشروع ألف تساوي أنت دلوقتي هنبص بصة بسيطة كده بالملاحظة البسيطة، هنلاحظ إن تدفق النقد السنة أو صافي تدفق النقد السنة وفي المشروع ألف منتظم 20 20 20 20 20 20. طالما منتظم يبقى فترة الاسترداد في هذا المشروع تساوي النفقات الاستثمارية اللي هنا هي 100، يبقى 100 على طول تقسيم مين؟ صافي تدفق النقد السنوي اللي هو المنتظم اللي هو عبارة عن كام؟ عن 20. يبقى أنا دلوقتي 100 على 20، يعني أنا هسترد فلوسي في المشروع ألف بعد 5 سنوات بالظبط. ده في المشروع ألف. طيب المشروع باء فترة الاسترداد بس للمشروع باء تساوي ايه؟ برضو هنيجي نبص لازم تشوف هنا السنة الأولى كام؟ 60، هنا كام؟ 20، هنا 10، يبقى مش منتظم، يبقى طالما مش منتظم يبقى هجمع. طب يلا نجمع مع بعض، 60 بتاعت السنة الأولى يبقى دي 60، يبقى دي سنة، زائد 20
دي كمان سنة، يبقى دي سنة واحد، سنة اتنين. طيب بعد كده يبقى انا جمعت كام دلوقتي من المية؟ جمعت 60 زائد 20 80. طيب اجمع كمان سنة او اجمع كمان العشرة دي معاهم، يبقى دي كمان سنة، يبقى سنة اتنين تلاتة، في الثلاث سنوات جمعت كام؟ 90. طيب بعد كده لو انا حطيت العشرين في السنة بتاعت السنة الرابعة، يبقى انا كده تخطيت المية اللي هي المعيار بتاعي. يبقى انا محتاج من السنة الرابعة دي قد ايه بالظبط؟ محتاج نصها. ليه؟ لان هي نصها كام بالظبط؟ قال لك السنة الرابعة تديني 20، وانا محتاج عشان اكمل المية 60 20 80 10 90. يبقى انا محتاج من ال 20 اللي هي بتاعت السنة الرابعة ديت، محتاج منها دي كام؟ محتاج منها 10 فقط. ال 10 دي بس هتمثل سنة ولا نصف سنة؟ تمثل نصف سنة. يبقى انا فترة الاسترداد في المشروع باء تساوي كام؟ يعني سنة 2 3 3 ونصف سنة. يبقى انا استرديت فلوسي كمستثمر صغير في المشروع ألف بعد 5 سنين، وهسترد فلوسي في المشروع باء إن شاء الله بس بعد 3 سنوات ونصف. طيب يأتي أو يتبقى لنا المشروع جيم. في فترة الاسترداد للمشروع جيم برضو يعني ننظر نظرة سريعة، هل هي منتظمة ولا غير منتظمة؟ برضو غير منتظمة. يبقى تم بالتجميع نجمع، السنة الأولى هتديني 20، السنة الثانية هتديني 40، يبقى كده 60. السنة الثالثة ما تديني 80. هل اخذ ال 80 كامله؟ ليه مش اخدها كامله؟ مش اخدها كامله. ليه مش اخدها كامله؟ لان 20 و40 60، وانا محتاج كام؟ محتاج ال 100. يبقى انا محتاج قد ايه عشان اوصل لل 100؟ محتاج 40 بس. ال 40 تمثل قد ايه من ال 80؟ تمثل نصها. يبقى دلوقتي دي سنه 20 سنه، وال 40 دي عباره عن سنه، وفاضل لي 40. طب بس ال 40 الاخيره ديت لا تمثل من ال 80 الا النصف، يعني نصف سنه. يبقى دلوقتي فتره الاسترداد في المشروع جيم سنه 2 2 ونص سنه. طيب نختار، لما عند الاختيار هنا المشروع الاولاني اداني بعد اداني او يعني مؤشر فتره الاسترداد في المشروع الاولاني 5 سنوات، وهنا 3 سنوات ونص، وهنا 2 سنين ونص. فاي مشروع نختار؟ طبعا نختار المشروع ذو فتره الاسترداد الاقل، وبالتالي هنختار المشروع مين؟ هنختار المشروع جي.